في المغرب أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتح العلوي أن عقد برنامج إنعاش القطاع السياحي الذي يغطي الفترة 2020-2022 يرم دعمه والحفاظ على الشغل. وقالت الوزيرة أن الأولوية هي لاستدامة التوظيف وتخفيف العبء المالي المفروض على المقاولات. المزيد مع الزميلة نجاة بوتفسوت التي تنضم إلينا للتو في فقرة الشاشة التفاعلية. مساء الخير نجاة. مساء الخير، مرحبا بك عبد الله، مرحبا بكم مشاهدينا. يغطي عقد البرنامج إنعاش قطاع السياحة الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية الفترة 2020-2022، وقد تم حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إرساء آلية حكامة لتنفيذ شروط ومقتضيات هذا العقد. يهدف العقد إلى تحقيق إقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، يطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث ديناميكات جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسلة قيمته. وبالنسبة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، فإن العقد البرنامج يسعى إلى ضمان الولوج للتغطية الاجتماعية لمجموع الفاعلين بالقطاع مع الحفاظ على مناصب شغلهم ودخل أكثر من 80% من العاملين إلى غاية نهاية 2020 والحفاظ على المقاولات الناشطة في السياحة بفضل تسهيلات أداء القروض المقدمة من طرف البنوك. ويتضمن العقد البرنامج 21 تدبيرا مواكبا لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، تدابير تتمحور حول الحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع. وستسمح هذه التدابير بالحفاظ على النسيج الاقتصادي ونقل وتقليص القطاع غير المهيكل وجلب الاستثمارات وتحول وسائل الإنتاج ووضع أسس التحول المستدام للقطاع. وتؤكد الوزارة المعنية أن السلطات العمومية اتخذت عدة إجراءات لإرساء آلية للاستثمار مخصصة لقطاع السياحة مع مراعاة متطلبات رأس المال وأهمية تعزيز عائدات المقاولات السياحية، ويشمل ذلك تأمين المهنيين الأكثر هشاشة ودعم المشغلين لتعزيز مداخلهم وإعادة التفكير في نموذج أعمالهم لاغتنام فرص التحول التي سيشهدها القطاع بعد هذه الأزمة الصحية. وبخصوص موضوع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين المهنيين غير الواردة في العقد البرنامج، تبرز الوزارة أن الشركاء في القطاع جددوا التأكيد على التزامهم بتحسين مستوى عيش المستخدمين والنهوض بالمناخ الاجتماعي مع مراعاة المتطلبات والقيود التي فرضتها الأزمة الصحية.